السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة دي يا جماعة هنشرح دالتين من الدوال المنطقية، هي دالة AND ودالة OR. ايه الفرق بين دالة AND ودالة OR؟ دالة AND دي لازم كل الشروط تتحقق، دالة OR على الأقل شرط واحد بس يتحقق. وطبعا الدالتين إجابتهم لا true ولا false. بنراجع تاني مع بعض، الـ AND لازم كل الشروط تتحقق عشان يرجع لنا true، لكن OR لازم شرط واحد بس يتحقق عشان يرجع لنا الإجابة true. أنا جايب مثال مع بعض كده عشان نقدر نفهم الموضوع بشكل أحسن. هنا انا جايب مثال عن طلاب ودرجاتهم في اللغه العربيه والانجليزيه والكيمياء مثلا، واجمالي الدرجات ونسبه نجاحهم. وفي سؤالين، اول سؤال بيقول لك هل تعدى جميع الطلاب نسبه النجاح 70%؟ وهنا كده لازم ثلاث شروط يتحققوا لانهم ثلاث طلاب، فلازم ثلاث نسب النجاح بتاعتهم تعدي ال 70%. اذا في ثلاث شروط مرتبطين ببعض لازم يتحققوا، او لازم نعمل بحث عنهم هل هم اتحققوا ولا لا عشان يرجع لنا الاجابه صحيحه. وهنا لازم نستخدم داله AND. هنقف على المكان ده وهنقول له من هنا من Formulas Logical ونقول AND. أول شرط إن كريم نسبة نجاحه أكبر من 70%. تاني شرط إن إيهاب، وقف عليه، إن إيهاب نسبة نجاحه أكبر من 70%. تالت شرط برضه هقف عليه وأقول إن أحمد عادل يكون نسبة نجاحه أكبر من 70%، وهدوس أوكي. طبعا التلات شروط مرتبطين ببعض زي ما احنا شايفين، ان رجع لنا تو ده معناها ان الثلاث شروط حققوا مع بعض والثلاثه عدوا 70%. طب تيجي مثلا نقلل درجات اي حد، مثلا كريم في اللغه العربيه هنخليه مثلا 50، هنكبر بس الخليه دي عشان يظهر بس الاجابه. زي ما احنا شايفين هنا كتب لنا فولس. فولس معناها ان في شرط من ثلاث شروط ما اتحققش. نرجع نزوده تاني ونخليه مثلا 90، رجع لنا اجابه تو. كده معناها الثلاث شروط مع بعض اتحققوا. كده عرفنا مع بعض داله AND. هنشرح مع بعض داله OR. وهنا برضه هنسأل سؤال لازم نشتغل عليه بدالة أور. هنا بيقول هل حصل إيهاب على درجة أكبر من 80 في أي من المواد؟ يعني هنا بيسأل سؤال، هل التلات مواد اللي هو امتحن فيهم هل في مادة منهم جاب أكتر من 80؟ هنا لازم بس شرط واحد بس يتحقق، إن مادة واحدة بس يكون أكبر من 80. وهنا الأسهل لينا إن احنا نستخدم دالة أور. هنقف الأول على المكان اللي هنظهر فيه الإجابة ونفتح فورمولاز. من فورمولاز هنختار لوجيكال ونختار أور، وهنبدأ نديله درجات إيهاب. أول حاجة هنديله درجة اللغة العربية أكبر من 80، ندخل على اللغة الإنجليزية أكبر من 80، وبعدين الكيمياء أكبر من 80. هنا عايز شرط واحد بس يتحقق مش لازم التلاتة، وهدوس أوكي. هنا كتب لي فولس. فولس ده معناه إن مفيش ولا درجة من الدرجات اللي هو جابها دي أكبر من 80. طب نيجي نغير مثلا اللغة العربية خليها مثلا 90. زي ما احنا شايفين اوتوماتيك كتب لنا ترو، وهي معناه اللي فيه ماده واحده على الاقل جاب فيها اعلى من 80. عرفنا الفرق بين AND و OR. طب يا جماعه نفترض ان احنا عايزين نجاوب بشكل افضل شويه او نطلع الشيت بشكل احسن شويه، احنا عايزين نعمل اجابه نعم او لا، او نكتب اللي احنا عايزينه لو الشرط ده اتحقق او ما اتحققش. ممكن برضه نضمن قاعده اف في الموضوع، بمعنى ناخد القاعده اللي احنا عاملينها كنترول اكس كات ونحطها هنا مثلا كنترول في، وهنا برضه قط عشان برضه ما نغيرش في حاجه فيها، ونحطها هنا كنترول بي. القاعده هنا زي ما احنا شايفين فوق موجوده AND OR، وعايزين هنا نجاوب بنعم او لا، بلاش ترو فولس، عايزين نكتب كلمه بالعربي مثلا. هنضمن قاعده اف ازاي؟ هندخل على لوجيك ونقول اف. بكل بساطه هنقول اف لو الخانه دي ظهر فيها نقول يساوي ترو، لو ظهر فيها ترو او اتحقق الشرط ده اكتب لنا نعم تعدى النسبة المطلوبة. لم، هنكتب لم يتحقق ذلك مثلا لو احنا عايزين نعمل كده، وهندوس انتر. زي ما احنا شايفين كتب لنا نعم تعدى النسبة المطلوبة. اذا قاعدة اف اتحقق هو من الشرط اللي احنا كنا لسه عاملينه، وكتب لنا العبارة اللي احنا عايزينها. برضه ممكن نعمل نفس قاعدة اف هنا، نعمل لوجيك اف لو ده بيساوي ترو اكتب لنا هنا نعم، ولو مش يساوي 2 اكتب لنا لا. زي ما احنا شايفين كتب لنا هنا نعم عشان الاجابه هنا 2. طب تيجي نغير اي حاجه، خلي دي مثلا 20. زي ما احنا شايفين كتب لنا فولس ولم يتحقق الشرط، يعني الشيت طلع طريقه تنفيذه بشكل افضل شويه بدل ترو فولس. في النهايه يا جماعه احب اشكر الناس اللي بتتابعني، ولو في اي حد عنده اي مشكله في الاكسل يا ريت يبعت لي في كومنت، او يبعت لي الشيت اللي هو عنده فيه مشكله وانا ان شاء الله ارد عليه في اقرب وقت. ويا ريت تعملوا شير للفيديو وتبعتوا لاصحابكم وتشتركوا في القناة معايا، وشكرا دايما لحضراتكم.